شابة نفسها كانت ترافقه يوم رأيته في خيمة الحيوانات. إنها معه تجلس قربة. إنما لا يهمني، جاء ليراني أنا وسأرقص لعينيه كما لو أن عينيه وحدهما تشاهدانني. إغناسيو، هل فهمت؟ أنا أجده ممتعا جدا، هيا تمتع. طبعا تجدينه رائعا لأنك صغيرة وحمقاء، أما أنا فأجده مضجرا. اسمع ناسيو، الحجرية التي حدثتك عنها تحاول مداعبتك يا صديقي. اسمع، يا لحسن حظك. حسن حظي؟ نعم. كفى يا رجل، إنها مشعوذة، مهما بلغت من جمال تبقى مشعوذة. إنها لا تستحق إغناسيو كونتريراس. يا عزيزي، لا تقل لي إنك قادر على صد فتاة كهذه إطلاقا، هذا جنون. قد أجد نساء بجمالها ومن طبقتي، فلما ألتفت أنا إلى غجرية؟ لأن هذه الفتاة فريدة من نوعها. أستطيع أن أختار عشرات ممن يفوقنها جمالا. انظر، أترى كيف تحدق بك؟ أجل، لم ترفع نظرها عنك طيلة الوقت. أظن أن ذوقي في اختيار النساء أرقى من ذوقك بهن بكثير. لكنها رائعة الجمال، بل مدهشة. انظر إنها تشير إليك. انظر. دعني خوليو، دعني وشأني. لن أذل نفسي وأغازل راقصة غجرية في السيرك.